إخواني المشاهدين، طابت أمسيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من برنامج أضيان. من مخرجات مجلس الوزراء الأخير المصادقة على القوانين الأساسية لأساتذة التعليم العالي بما فيهم الباحثين الدائمين، الأساتذة الجامعيين الباحثين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم المصادقة على النظام التعويضي الخاص بالأسلاك السالفة الذكر. وبعد التعليمات الصارمة التي أسداها السيد رئيس الجمهورية للتكفل العاجل بمستخدمي قطاع الصحة، أكد وزير الصحة عبد الحق صيحي في تصريح سابق أن قرار إعادة النظر في القوانين الأساسية التي تحكم القطاع ستساهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من قبل نقابات القطاع، مؤكدا أن هذا الأخير سيحسم مشاكل قطاع الصحة. ولهذا الغرض يجب إشراك نقابات قطاع الصحة في إعداد القوانين التي تخص الأسلاك التي لم يصدر بعد قانونها الأساسي. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور رشيد بالحاج، رئيس نقابة الأطباء الباحثين الجامعيين الاستشفائيين. أهلا بك بروفيسور. مساء الخير، شكرا على الدعوة. أسعد أيضا باستضافة الدكتور الياس مرابط، رئيس نقابة الأطباء العموميين. أهلا بك دكتور. شكرا على الدعوة كذلك. بروفيسور رشيد بالحاج، نبدأ معك هذا النقاش، ما هي أهم النقاط التي أتت في مجلس وزراء أو مجلس وزراء الأخير عفوا والتي تم المصادقة عليها والتي تخص نقابة الأطباء الأساتذة الجامعيين؟ شكرا أولا على الدعوة وباش نتكلموا مع المشاهدين ومع زملائنا الجامعيين. القانون الأساسي، مراجعة القانون الأساسي للأساتذة، أولا باش يفهم العام كأساتذة جامعيين ماهوش اللي على جال الصالير كما نقولوا، ماهوش جاش باش نطلعوا برك الصالير تاعنا، ولكن استجابة لتغيرات اجتماعية، تغيرات بالمعطيات العلمية، التغيرات في المنظومة الصحية اللي خلاتنا طلبنا منذ عدة سنين أننا نراجع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي وبخاصة الأستاذ الإشفائي الباحث الجامعي. ما يخفاش عليك أن قانون أساسي كل عمال في عندهم قانونهم الأساسي، ما نتكلموش على القانون القوانين الخاصة لبعض الأسلاك، احنا نتكلموا على القانون الأساسي للأستاذ الجامعي. هو أن قانون الأساسي عندك حقوق وواجبات. هذا القانون الأساسي ينظم لك المسار المهني تاعك من نهار دخلت حتى تروح للتقاعد، ينظم لك واجباتك وحقوقك، وكذلك بعض الإشكالات فيما يخص الترقية والمسابقات وأمور أخرى خاصة التكوين. في ظل رقمنا، في ظل العولمة، في ظل إشكالات جديدة اللي ظهرت علينا في السنوات الأخيرة، منها مفهوم الأمن الصحي، منها هجرة الأدمغة في مجال الصحة ومجال التعليم العالي، وكذلك في مجال تطوير المنظومة الصحية، وكذلك المنظومة التعليم العالي في الجزائر والبحث العلمي، لأننا ما يخفاش ما زال عندنا نقاط ضعف فيما يخص البحث والابتكار وتطوير العلوم الطبية في الجزائر. خلتنا أننا مع التعليم العالي كانت في عدة لقاءات وتناولنا بتدقيق، وكانت في اقتراحات تاع القانون الأساسي، والحمد لله نجم نطمئن الزملاء تاعنا كان فيه حوالي 27 مادة تم تحويلها، وحنتكلموا من بعد على بعض الخصائص. ونشكر رئيس الجمهورية أنه وعدنا أن حقيقة لاحظنا فيه جدية في الاستجابة لتطبيق فيه قانون الأساسي، وهذا كان شرف لنا كبير كو التعليم العالي بدأوا احنا بنا الأسلاك الثلاثة. وزيد على ذلك فيه كذلك نقطة هامة، هو أن لأول مرة، لأننا شاركنا مع الزميل تاعي النقابي اللي عنده خبرة كبيرة منذ 20 سنة في سنة 2008 لما درنا القانون الأساسي تاعنا، استنينا واحد 3 سنوات باش صدر نظام تعويضي. هذه المرة أنه النظام التعويضي وبعد إلحاح رئيس الجمهورية أنه صدره في نفس، أدقوا عليه في نفس
الوقت، دونك فيه قانون اساسي. يعني النظام التعويضي صدر في نفس الوقت مع القانون الاساسي. هذا كان مطلب تاعنا، مطلب تاعنا استجابوا لي. اما فيما يخص كما نقولوا على كميه الزيادات، هنا فيه احنا نقابيين نعرفوا الامور، نعرفوا شو المعقول، نعرفوا المعطيات الاجتماعيه، المعطيات الاقتصاديه، ما راناش وحدنا كما نقولوا، ولكن كانت فيه وعود كنقابات. احنا عندنا خبره، ما ينجمش واحد كما يقولوا الميتيبلي يضعفوا له الاجر تاعو في ظرف هكذا، ولكن للاسف سيدير كانت فيه طموحات كبيره، ولكن فيما يخص بعض الاسلاك كما نقولوا بعض الرطب اللي عندنا احنا كاساتذه جامعيين كان عندنا مفهوم كبير خاصه في الطب، ان باش تحسن الراتب تاعك لازم تكون فيه انك كما تقولت عندك كاين بروغريسيون، جيب تقول الاستاذ مساعد طول حياتك لازم دير انتاز، ولا لازم ترجع استاذ محاضر با اليف ومسابقه باش ترجع استاذ باش تحسن بصفه حقيقيه الراتب تاعك. دونك هنا فيه بعض نتمنوا بروفيسور بالحاج انه في القانون الاساسي اللي راح يصدر في فيما يخص الاسلاك الاخرى والجانب الطبي، اللي انتم عندكم نعطيك برك معلومه هامه، لان خاصيه الاساتذه الشفائيين الجامعيين ولا قرناها مع الاساتذه الباحثين والباحثين الدائمين او زملائنا من قطاع الصحه، اننا احنا عندنا ندوب الكاسكيت كما نقولوا دوبل كاسكيت، عندنا قطاع التعليم العالي وفي قطاع الصحة نأمل كذلك، لأن وقتنا نجوزوه في قطاع الصحة، مشاكلنا الكبيرة كاع حقيقتنا في قطاع الصحة ماهوش قطاع التعليم العالي، مشاكل كبيرة وطموحات كذلك كبيرة. وسنعود إلى هذه النقطة لاحقا بروفيسور بالحاج. دكتور الياس مرابط، بعد صدور القانون الأساسي للأطباء الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين ننتظر صدور القانون الأساسي لباقي الأسلاك الأخرى لمستخدمي الصحة ومنهم النقابة، عفوا المستخدمين الذين ينتمون إلى نقابتكم. في هذا الإطار ما هي أهم المطالب التي رفعتموها إلى الوزارة الوصية؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر على الدعوة للمشاركة في هذه الحصة، أغتنم الفرصة يعني باش ثاني نهنيو زملائنا الاستشفائيين الجامعيين بما أنه على مستوى قطاع التعليم العالي يعني العمل هذا يعني تم وفيه يعني راه في نهايته يعني تقريبا، وان شاء الله يكون على مستوى يعني طموحات يعني زملائنا والعمال تاع ولا الموظفين تاع قطاع التعليم العالي. فيما يخص قطاع الصحه رانا في مرحله اخرى وهي مرحله التشاور حول المقترحات اللي قدمتها نقابه ممارسي الصحه العموميه، وهي النقابه اللي تمثل السلك الطبي يعني في القطاع العمومي من اطباء، اطباء اسنان، صيادله، اخصائيين وعامين. دونك عندنا دو ستاتيو، دونك عندنا قانونين اساسيين كيخصوا سلك تاع الممارسين الاخصائيين والممارسين العامين، وفيه كذلك يعني المشروع نتاع النظام التعويضي الخاص بالسلكين. دونك رانا على مستوى التشاور اللي نقول يعني كان فيه نوع من التاخر يعني، وحتى دخلت النقابه على مستوى السيد وزير الصحه وتم مراسله السيد رئيس الجمهوريه هو مشكور يعني، هي مناسبه كذلك نثنيو على يعني كل المجهودات والاهتمام العالي اللي عبر عنه السيد رئيس الجمهوريه منذ يعني توليه يعني مسؤوليه يعني قياده البلد. ونذكر باللي بدات في الجائحه يعني بدات مع الاسف يعني مع الجائحه تاع كوفيد، وشفنا كجزائريين يعني عشنا هذيك المرحله وشفنا هذاك الضغط الكبير اللي كانوا فيه مهني قطاع الصحه وقطاع الصحه بصفه عامه، والكل فهم هذاك الوقت نظن يعني من يعني المسؤولين على مستوى السلطه والمواطنين والمهنيين اهميه قطاع الصحه والاهميه اللي لازم يعني توليها الدوله لهذا القطاع، وهذا الشيء اللي عبر عليه السيد رئيس الجمهوريه على يعني عديد المرات وعديد يعني المناسبات، وقال يجب ان تراجع الاجور تاع هذا القطاع تاع المهنيين تاع هذا القطاع، وقال يجب ان نعيد النظر في المنظومه الصحيه كليه، وقال في اخر كلمه للتوجيهات اللي دارها في نهايه اجتماع مجلس الوزراء، قال المهنه تاع الطبيب، المهنه تاع المعلم، والمهنه تاع الامام يعني ماهيش مهن وخلاص،
يعني ويجب أن نعطيها كل القيمة الاجتماعية نتاعها، والقيمة الاجتماعية هي قيمة مادية، هي قيمة معنوية كذلك. إذن يعني باش نولي ونحطوا يعني نحطوا هذا العمل في السياق الطبيعي نتاعو والسياق السياسي نتاعو، لأنه هي سياسة الدولة، هي برنامج حكومة بتوجيهات يعني أعلى السلطات، وأخص بذكر السيدة الجمهورية. إذن رسمنا ياس منابط اللجنة المشتركة التي فيها قطاع الصحة، فيها وزارة المالية، وفيها الوظيفة العمومي، اجتمعت كم من مرة؟ ونظن بلغتكم مؤخرا بالمخرجات تاعها ولا لا دينيير موتور تاعها، هل تم اشراككم في هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات؟ مع الاسف لا، مع الاسف لا، يعني لازم يعني المواطن يفهم هذا الشيء، والناس المعنيين وخاصه يعني السلطات، ومن كي نقول السلطات انا اخص بذكر السيد رئيس الجمهوريه. العمل اللي درناه على مستوى قطاع الصحه يختلف على العمل اللي درناه مثلا في 2007 2008 لما ناقشنا ولا تفاوضنا حول القوانين الاساسيه اللي ما زالت تمشي لحد الان، يعني بدات دخلت تنفيذها في 1 جونفي 2008 ما زالت تمشي حتى الان، حتى اليوم نعملوا بها. وهذاك الوقت تقريبا سنه من المفاوضات، وهذاك الوقت يعني في اللجنه المشتركه اللي فيها قطاع الصحه، الوظيفه العمومي والماليه، في عديد الاجتماعات، وخاصه يعني لما كان فيه اشكالات، يعني كان فيه اشكالات على مستوى المقترحات ولازم نبرر، ولازم كان في عديد الاجتماعات يحضروا ممثلين عن النقابات في الاجتماعات الثلاثيه. هذا العمل هذا مع الاسف ما درناهش الخطره هذه، يعني تقريبا يعني النقابات بصفه عامه يعني كان لها فرصه انها تقدم مقترحاتها في اجتماع رسمي، ومن بعد وزاره الصحه هي اللي كانت يعني همزه الوصل بيننا وبين الوظيفه العموميه بين قطاع الماليه. كم من مره اجتمعتم مع وزاره الصحه لهذا الغرض؟ بالنسبه للملف هذا اجتمعنا منذ البدايه، منذ 2021. لا نحكي في السنه الاخيره، منذ انه رئيس الجمهوريه اعطى تعليمات صارمه في اخر كان اجتماع واحد مجلس وزراء قبل الاخر، يعني منذ في نظن في اواخر ديسمبر في هذاك مجلس وزراء، رئيس الجمهوريه كان طالبا في ديسمبر إعادة إثراء هذا القانون وإشراك الشركاء الاجتماعيين اللي هما النقابات. كان اجتماع واحد منذ أسبوع، يعني منذ أسبوع، وفي الاجتماع هذا يعني استلمنا المخرجات ولا يعني في سنة اجتماع واحد؟ لا، كان فيه اجتماعات لهذا الغرض، لهذا القانون، لهذا بالنسبة للقانون نتاع، بالنسبة للمقترحات نتاع القانون الأساسي، منذ اجتماع مجلس الوزراء الأخير كان فيه اجتماع واحد، كان منذ أسبوع، استلمنا من خلال ذاك الاجتماع المقترحات وباش ندرسوا على مستوانا ونعاودوا نولوا بمقترحات. هل انتم راضين بالمقترحات التي استلمتموها؟ ماناش راضيين لأنه المشروع الأول اللي قدمناه منذ تقريبا يعني قلت في صائفة 2021 أنا ذاك يعني كان في زمن عهد الوزير السابق البروفيسور بن بوزيد، لأنه يعني العمل بدا هذاك الوقت، قدمنا مقترحات شفنا باللي مع الأسف الشيء اللي ولانا اللي رجعوه لنا وزاره الصحه عن طريق بعد ما شافوا مع الوظيفه العمومي وقطاع الماليه لا علاقه له ولا صله له بمقترحاتنا بطموحاتنا، ولكن اكثر من ذلك لا يترجم الاراده السياسيه والتوجيهات اللي قدمها سيد رئيس الجمهوريه اللي تكلم على ضروره اعاده النظر جذريا في القيمه تاع الاجور، وتكلم على اعاده نظره اصلاحيه عميقه داخل القطاع، ونشوفوا باللي احنا بالنسبه لنا نقولوها بصراحه ماهوش بالطريقه هذه اللي راح نديروا اصلاحات نوعيه داخل القطاع، وماشي بالشكل هذا اللي راح نديروا تحفيزات للمهنيين تاع قطاع الصحه. تصريح جد واضح بروفيسور بالحاج، بعد التضحيات الكبرى التي قدمها مستخدمي قطاع الصحه بكل اسلاكه، طبيين، شبه طبيين، تقنيين، اداريين، وبعد ما رئيس الجمهوريه قال يجب احداث ثوره وتغيير جذري كما قال الدكتور الياس مرابط، هل لكم نفس القراءة أن هذه المقترحات اللي جات من اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة بين الوظيفة العمومي وقطاع المالية وزارة المالية لا تترجم الإرادة السياسية للسلطات العليا البلد؟ احنا بصفتنا أساتذة جامعيين نقرأوا بين قوسين، أولا مرينا فترة تاريخية ان شاء الله ما تجيش تعاود، هو فتره كورونا، وفيه كان امل كبير لكل عمال قطاع الصحه وكل متدخلين كانوا يتكلموا انه من الواجب
تحسين الظروف المهنية والاجتماعية والتكوينية لكل عمال قطاع الصحة. ولكن مش يعرف المواطن بأن حقيقة أن سوى وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ماشي هي اللي ما حبش تمد ترفع في الأخر، ولكن في المسائل التقنية لما نروح للواقع، الواقع هو الوظيفة العمومي، وهنا تكلمنا احنا ان الوظيفة العمومي يربط كل قطاع، كل الوظيفة العمومي يديرنا في نفس ما يقولوا دون الميم ساك، باسكو في قانون، قانون 06، وفي القانون في 06 هذا تاع الوظيفة العمومي اللي رايحين يراجعوه بعد ما تخرج الاخر، امور غير معقوله، في تناقض ما بين كما يقولوا لو كالندري تاع، وحنا تكلمنا كنا كالامل الاولي كان عندنا نفتحوا القوس اولا النقطه الاستدلاليه هكذا لي سكون ابل لي بوان انديسيال، عدد النقطه الاخر وقيمه النقطه الاستدلاليه لم تراجع، لم تراجع، كانت خيبه امل الاولى تاعنا في هذا المجال. يعني لي بوان انديس لم يتم مراجعتهم، مراجعتهم نعطيك شحال ربحنا، لان فيه زياده في الاجور كانت 2023 2022 2024، لما تشوف كأستاذ جامعي يربح 200 نقطة، هذه الإجراءات حسينا أن فيه منهجية كما تقول أبليكي بصفة تدريجية فيما يخص زيادة الأجور. احنا نتمنوا كل قطاع العمال يزيدوا لهم، كل عمال يزيدوا لهم أجور، فيه تحسين الأجور خاصة الأجور الضعيفة يتكلم عليها الرئيس الجمهوري، في حقيقة أن كان حتى لحقوا حتى 45%، ولكن بالنسبة لإطارات الدولة اللي تابعة للوظيف العمومي الإشكال هنا خلق. احنا واش تكلم الدكتور ميرابط، لأن لاحظنا أن في اللجان التقنية اللي تاخذ القرار الحقيقي هو الوظيف العمومي ووزارة المالية، هنا يبدأ المشكل أن الأمور تبدا تحدد كما يقول يا بلافون ان با ديباسي. خلونا نحلموا كنقابات، اعطينا حلول واقتراحات على النظام التعويضي، على بعض الامور اللي تخلي بصفه تقنيه نحسنوا اجور وظروف عمل الاخر في ظل تكلمنا عليه هجره الكفاءات مازالها. حنا نقول كل عام يروحوا اطباء عامين، اطباء مختصين، اساتذه يروحوا للدول الاوروبيه والدول اللي جايين في المملكه العربيه السعوديه او اخرى او كندا. دوك حنا للاسف حنا ما شاركوناش ولا قررناها في 2000، وشارك معايا دكتور مرابط في 2003 و2004 كان ذاك الوقت ابركان وزير الصحه، شاركنا كانوا حاضرين الصح الماليه وحاضرين الوظيف العمومي وحاضر التعليم العالي وحاضر الصحة، كنا نتكلموا بكل شفافية باش نعطوا حلول، باش نعطوا حلول. في هذه الفترة للأسف حسينا بأننا أقصينا، احنا مع وزارة التعليم العالي درنا 21 لقاء في التشاور، ولكن حسينا على فا نهار لحقوا لا ديسيزيون، لا ديسيزيون أنها أن كل وزارة أعطوا لها سقف، وعطاو لها كذلك ان ما تنجمش ديباسي سيتان زاندامنيتي. لحقوا حنا حنا كشفائيين جامعيين لان عندنا امل كبير، حنا مع الدكتور مرابط ناشدوا رئيس الجمهوريه باش يكون امل كبير في تحسين اجور عمال قطاع الصحه بكل اصنافه، باش ما تنجمش دوك انت شاب ماتر اسيستون جديد ولا طبيب مختص جديد بعد ما احنا نقابات قلنا له باش نزيدوا له زياده تاع الاجور اللي تاع 800,000 ولا 700,000 دينار جا و 8,000 دينار جزائري، راح عندو نطيحوا في نفس الاشكال السنه الجايه هجره الادغام. عندنا رانا نشوفوا شو رانا ندوروا في حلقه مغلقه لهذه الاسباب. واحد العام احنا اعطينا فكره لتشفى الوظيف العمومي للصحه خاص بقطاع الصحه، وعلاش باش نخرجوا مهاد النفق واسمه النفق القطاع العمومي، والحقيقة نفق صعيب
ما هوش يعني من السهل ما الوظيفه العموميه ما هوش سهل انك تزيد في اجور عمال تاع وظيفه العموميه عدد تاعهم هائل. حنا نتفاهموا الامور هذه ولكن الواقع مختلف. ممتاز. دكتور مرابط، هل توافقون البروفيسور رشيد بالحاج لما يقول انه لو يتم المصادقه على هذه المسوده التي تلقيتموها منذ ايام فقط من طرف اللجنه المشتركه لقطاع الصحه وقطاع الماليه والوظيفه العموميه ستكون خيبه امل كبيره لدى مستخدمي قطاع الصحه؟ انا اؤكد ذلك، يعني اؤكد ذلك، يعني يقول بلي احنا ماناش حابين يعني نذكر يعني الشيء اللي عشناه في 2008 بعد صدور القوانين الاساسيه ومن بعد النظام التعويضي. نتمنى يعني صراحه ان نتفادى هذا الوضعيه، والامل تاعنا هو في تدخل السيد رئيس الجمهوريه باش يعني الامور يعني تستقر على مقترحات مقبوله. احنا نقابيين نعرفوا الشيء اللي كان يقول فيه يعني بروفيسور بالحاج رشيد، نوافقوا 100%. احنا نفهموا انه كاين امور ماليه، كاين ميزان، كاين، ونعرفوا انه مقترحاتنا لما تقدم ماريش بالضروري يعني راح تحقق 100%. اعطينا المقترح ولكن تاعك دكتور مرابط، انت نقابه من بين نقابات اخرى في القطاع، كاين الكثير من النقابات، النقابه تاعكم فيها اطباء، فيها صيادله، فيها اطباء اسنان وغيرهم، اعطينا اهم المقترحات التي تخص هذه الفئات. اولا نذكر بالمطلب اللي درناه رسميا على مستوى الوزارة وعلى مستوى السيد رئيس الجمهورية، وهو يعني التفكير مامي لما شيء آنيا يعني رابيدمون يعني في خلق ما يسمى وظيفة عمومية خاص بقطاع الصحة، لأنه يعني لما تقول وظيفة عمومية خاصة يعني ان ستاتيو بارتيكولي، هذا واش ان ستاتيو بارتيكولي؟ قانون وظيفة عمومية خاص بقطاع الصحة كما موجود في عديد الدول في اوروبا وغير اوروبا، تلقى وظيفه عموميه تاع التعليم تاع قطاع التربيه، وظيفه عموميه تاع الاداره، وظيفه عموميه تاع قطاع الصحه، ياخذ بعين الاعتبار الخصوصيه اللي موجوده في كل قطاع، ويخلي داخل مختلف القطاعات حلول نيت تبنى اللي ماناش قادرين نديروها، لانه رانا موجودين في اطار قانوني واحد موحد، يعني يتعامل مع الجميع بنفس الطريقه بنفس المنطق، وهذا مع الاسف يعني منذ سنوات وحنا شايفين، وحتى المسؤولين يقولون هذا الشيء، يقولون ولكن ماشي بيدنا، نتكلموا على وزير الصحه، نتكلموا على اطارات على المستوى المركزي، لما نتكلموا هما ثانيك مقتنعين بضروره الحل هذا، ولكن يقول لك هذا قرارات ماهيش في بيدنا. اذا نناشد تدخل السيد رئيس الجمهوريه باش قرار كيما هذا يتجسد على ارض الواقع. بالنسبه للحاجه المستعجله ممكن هذه ما نقدروش نديروها يعني رابيدمون، تطلب شويه وقت شويه تفكير، ولكن ممكن نقدروا كذلك، كان عندنا امل انه يتم الاعلان ولا الافراج على سلم اجور جديد. سلم الاجور اللي رانا نتعاملوا به داخل القطاع تاع الوظيفه العمومي صدر في 2007، منذ 2007 لم يتغير، لم تتغير القيمه الاستدلاليه نتاعو، ولم يتغير التصنيف لداخله، وخلانا يعني خنق هذا يعني كيفاش نقولوا لي كارير نتاع لو ديرو المو دي كارير، يعني تاع سير المسار المهني نتاع مختلف الموظفين، يعني خلى كل واحد لاصق في الاخر. تجي دير تغير التصنيف على مستوى سلم الاجور، يقول لك فوالا يقارنك بتصنيف نتاع موظف اخر في قطاع مختلف لاعتبارات دي فوا ماهيش مقبوله، يعني غير منطقيه، ولكن نلقاو رواحتنا مضطرين في قطاع الصحه، في قطاع التعليم العالي، في قطاع نتعامل بنفس المنطق. علاش؟ باش ما نخرجوش من البوتقه ولا الاطار العام اللي مديور داخل الوظيفه العمومي. مسؤولين على مستوى وزاره الصحه لما بدينا نتعاطاو معهم في المقترحات نتاعنا، يعني المشكل علاش انا نقولوا باللي احنا مع الاسف ماناش متواجدين داخل هذا اللجنه المشتركه اللي فيها الوظيفه العمومي، اللي فيها الماليه، اللي تروح تدافع على المقترحات. شكون يروح يدافع على المقترحات؟ مسؤولين على مستوى وزاره الصحه، يعني فوضناهم لانه احنا ماناش ممثلين، فوضناهم يتكلموا ويروحوا يرفعوا. لما المسؤول هذا على مستوى وزاره الصحه في وزاره الصحه تتفاوض معاه ماهوش مقتنع بالمقترح نتاعك، هو ما كيفاش يروح يدافع عليه في على مستوى لجنه تقنيه مشتركه؟
هو ماهوش 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 مقتنع. فوالا في وزاره الصحه استمعنا مع مدراء مركزيين، مع مدراء كيفاش نقولوا دي سو ديريكتور، يعني في في يعني في لا ريغلومونطاسيون، في الماليه، في يعني في لا دي جي اس اس، في الموارد البشريه، يعني كل هذا الادارات ولا المديريات اللي عندها علاقه بال، يعني لمستم عند اغلب هاد المديرين ماهوش مقتنعين بالمقترحات تبعكم. مع الاسف مع الاسف مع الاسف. وقلنا لهم من الاول، قلنا لهم كاين تعليمات انت سيد رئيس الجمهوريه، يعني نورمالمون تدعمنا، تدعم الوزاره كقطاع، تدعمنا كموظفين، نعملوا باريحيه ونديروا مقترحات اللي شايفينها تخرج القطاع هذا، توفر له اليات للتحفيز، توفر له ادوات باش يحسن من 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 الاداء نتاعو، وتخرجنا من هذا البوتقات الاحتجاجات الدوريه داخل القطاع. تلقى لو فيزافي المسؤول هذا اللي مع احترامنا للجميع بيان سور، تلقاه هو ماهوش مستوعب ولهذا انه في اراده سياسيه معبر عنها. ولهذا دكتور الياس مرابط، اظن انه لا يجب ان يكون هكا وسطاء ما بينكم وما بين هذه اللجنه المشتركه لقطاع الصحه والماليه والوظيفه العمومي. يجب هذه النقابات سواء انتم ولا نقابات على الاسده ولا كل نقابات الاخرى تاع شبه الطبيين تحضر مع هذه اللجنه. وصلنا لنهايه الشطر الاول من الحصه، فاصل قصير ونعود. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا بكم من جديد في الشطر الثاني من برنامج أضيان. موضوعنا اليوم القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة والنظام التعويضي المرافقي له. بروفيسور بالحاج، كنا تكلمنا في الشطر الأول من الحصة عن المطالب تاعكم عن نقابات القطاع بصفة عامة، والنقابة التي تمثلونها وهي نقابة الأساتذة الجامعيين الإسفائيين كان مكسب في آخر مجلس وزراء منذ أيام فقط، كان مكسب كبير اللي هو تم المصادقة على هذا النظام، على القانون الأساسي للأساتذة الجامعيين الإسفائيين، وكذا النظام التعويضي المرافق له في نفس الوقت. وقلنا هذه سين بريمير، لأنه سابقا كان يخرج قانون والنظام التعويضي يخرج 3 سنوات 4 سنوات من بعد. ما هي أهم المطالب التي تطالبون بها؟ قلنا في المطالب تاعكم اللي تخص هذا الفولي هذا، أكثر من 80% من المطالب تم الاستجابة لها، وهذا بفضل الإرادة السياسية القوية للسيد رئيس الجمهورية الذي ألح وطلب بمراجعة هذا القانون. لكن نحكي عن المطالب الأخرى التي لا تخص التعليم العالي، تخص عملكم في قطاع الصحة. عندكم من دوبل كاسكيت، عندك عمل في قطاع الصحة في المستشفيات، وعندكم كأساتذة جامعيين. أولا باش نطمن الزملاء الأساتذة المساعدين أو المحاضرين والأساتذة، أولا فيه مكتسبات باش نتكلموا كاين أمور إيجابية. أولا لاحظنا أن واش اقترحناه حوالي 80% تم الاستجابة له. منه كانت مطالب تاع الأساتذة المساعدين، ما يخفاش عليك حنا باش ترجع أستاذ مساعد لازم تكون طبيب مقيم ومن بعد تكون مختص وتعمل بعد عدة سنوات، كانت في القديمة يحسبوا لكش الأقدمية، يحسبوا لك منهار، يحسبوا لك النصف إلا في كونت الآخر. هنا فيه مكسب، فيه أن أي طبيب شفائي جامعي يحسبوا له 100% كيكون يخدم في كطبيب مختص ككل زملاء ويحسبوا له النص تاع لي زيد. هذا مكسب الاول اللي جبناه. تمكنا بالخاصيه تاعنا كان يزيدوا يحسبوا له النصف، ما يحسبوهالوش لي زيد، كانوا يحسبوا له النص كطبيب مختص. دوك يحسبوا له 100% طبيب مختص ويحسبوا له نصف ريزيدون. حاجه ثانيه جبنا فيه مرتب كما نقولوا بوست سوبيريور، منصب عالي. حنا زعما كان حنا شفيه جامعيين كاع كل المناصب عندنا زوج منصب عالي، رئيس وحده ولا رئيس مصلحه، والتعليم العالي ما عندناش. دونك جبنا منصب عالي في التعليم، ان اي استاذ مساعد يتمكن له الاخر. اشرح لنا هذه الاشرح، ان دوك عند كاين منصب عالي زعما ماتر اسيستون، ماتر اسيستون ينجم يكون مسؤول بيداغوجي، رغم اننا نديروا مسؤوليات بيداغوجيه قبل الدرج وبعد الدرج ما نخلصوش عليها. دوك فيه منصب عالي استحدثناه جديد، انه يمكن للاستاذ المساعد لي باريزون في المصلحه فيها عده اساتذه مساعدين، حنا المناصب العليا ما تجيش ديباسي 7، دونك ينجم يدي الاستاذ المساعد ينجي منصب عالي بيداغوجي ويخلص عليه ويدخل في لا روتيل تاعو.
كان المكسب كذلك مهم جدا لحنا في مجال التكوين، صادر حق يعطي الحقوق للاستاذ المساعد، لان في استراتيجيه النقابه حنا تاعنا ان شجعنا دوك ما نحبوش الاستاذ المساعد يقعد حياته كاع استاذ مساعد، لازم انه يدير اطروحه تاعو ومكناه باش يدير الاطروحه ويكون ماده كونفيرونس استاذ محاضر صنف با، باش يجوز من الاستاذ محاضر استاذ مساعد استاذ محاضر يترقى بحوالي 30,000 دينار جزائري. وهذه الامور تخليه في منأى من احتياجات، رغم ان القطاع الصحه بحاجه الى كفاءات كبيره. كذلك فيه مكسب مهم جدا، هو انه اعطى هذا لو ستاتو على حريه التعبير لكل الاساتذه والاساتذه المساعدين في التفكير، بيان سور في احترام القوانين الداخليه، الامن العام، اخلاقيه مهنه الطب ومهنه المهنه تاعو، في حريه اكاديميه، في حريه التنقل. اعطينا كذلك امكانيه ان الاستاذ المساعد ينجم يدير اتفاقيات مع ينجم يخدم في القطاع العام باتفاقيه. عندنا كذلك درنا كيف يخدم القطاع العام باتفاقيه؟ اشرح لنا. زون زمان كانت شركه وطنيه راك في ايراجيري تعود تخدم في ايراجيري، من الصعب عليك دير الكونفونسيون الاخر. في اطار منظم تنجم دير تقري ولا تخدم طبيب عندهم، ولكن بشروط، يعني دي فاكاسيون، دي فاكاسيون بصفه قانونيه. في هذا الاطار حنا كنقابات، واش حنا الدور تاع النقابه؟ حنا تاع ميدان، نعطوا حلول. ما عندكش دراهم، الدوله ما عندهاش دراهم، دارت سقف ومعقول، فيه سقف معقول، لاننا كنقابيين لو كان ما نحموش الدينار الجزائري وزت لي ما عنده حتى معنى. على عامين ثلاثه رجع وزت لي هذا الجمله الى 300 رجع ما عنده حتى معنى. احنا نعرفوا الامور، نعطيك حلول. ما بين الحلول اللي طرحناها احنا كشفائيين جامعيين انه فيه سكون ابل النشاط الريعي. هنا نطلبوا رئيس الجمهوريه، وفي كانت فيه عده وعود، ان في النشاط الريعي التكميلي هذا انه الطبيب اللي يخدم بعد عام ساعات العمل يخلص لي زامبو ويخدم بصفه قانونيه، وحيشجع القطاع الخاص. حنايا نشوفوا كل القطاعات فيه القانون يسمح ان يكون تكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص الا بصح في الصحه. في هذه النقطه بروفيسور بالحاج كاين كثير من الناس يقول لك ساوفري مبراش للانحرافات لي ديريف. يعني في السابق شفنا باللي كي كان هذا، اسمح لي، كي كان هذا النشاط التكميلي او ما يسمى بالنشاط الريعي، الناس ماشي كاع الناس عندهم الضمير تاع بروفيسور بالحاج. كاين ناس تروح على 12 تاع النهار تلقاه يخدم في كلينيك بريفي. عزيز، هو دور الدوله. احنا كنقابه قلنا نسنيو معاكم اللي تسيبوه خرج ساعات العمل لغد متابعه قضائيه، يعني المراقبه اللي ما كانتش من طرف وزاره الصحه. ماشي غير مراقبه، ما كانش، كانت كومبليسيتي، ماشي غير مراقبه. واحد العام واحد الوزير قال لي فلان يخدم، قلت له كان يجي يشرب قهوه عندك وتاع على بالك ويخدم في لاكلينيك جوست قدامك بعيدة واحد 200 متر على وزارة الصحة، وأنت تتكلم لنا على حنا نجيب لك من جميع إنساني خالف قانون، لأن المنظوم هذايا دوك أنت أن بروفيسور اللي يدير عمليات، يدير لامبلونتولوجي، يدير تاع الباركنسون، ولا يدير لو طافي، واش تخلصوش؟ حنا عنده لا غالب، عنده لا لا، ولكن سيبو أطر قانونية باش نحسنوا أجور. وماشي غير حنا، ميم زملائنا تنجم تخلي الزميل اللي عنده كفاءات انه يساعد القطاع الخاص، يساعد نفسه وتخلي الاطار الجزائري. وهذه الخبره هذه مش غير هنا، في تونس كاين، فرنسا كاين، في الانجليز كاين، في الدول، ولكن لازم مراقبه وتنظيم. يعني الخلل ليس في النشاط التكميلي او النشاط الريعي، الخلل في مراقبه هذه النشاطات. دكتور، هل توافقون بروفيسور بالحاج لما يقول يجب ان نفتح هذا النشاط التكميلي وما يسمى بالنشاط الريعي؟ لانه في اخر المطاف رانا نشوفوا اغلب الاطباء راهم يخدموا في القطاع الخاص بطريقه غير شرعيه، يعني اللي يجب تأطير هذا، لانه هو ويخدم يخدم في القطاع الخاص. اذا فومي يخلص لي زامبو كما قال ونأطروه. وهل توافقون ايضا لما يقول المشكل هو في الرقابه؟ يعني المشكل ماهوش في النشاط بحد ذاته، لان الرقابه من 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 المفتشيه ومن لا دي اس بي ولا اللي ما كاش. بالطبع، المشكل دائما كان في الصرامه في تطبيق القانون، وتطبيق القانون حب يقول المراقبه والناس اللي تكون على مستوى هذا العمل، يعني تكون، فهمت انا نقول بالله، تكون فيه نزاهه، تكون فيه يعني روح مسؤوليه، وتكون ناس اللي ما عندهاش مشكل تاع كونفلي دانتيري،
فوالا ما يقدرش واحد يكون في المراقبه هو كل شهر فوالا مسافر للخارج فوالا فوالا سول افيك لا بريزون شارج نتاع لابوراتوار ولا نتاع واحد مورد ولا مصدر للاجهزه ولا الادويه ولا يعني الكلام يعني حول هذا الوضعيه ويعرف يعني راينا. لكن هل توافقون بروفيسور بالحاج لما يقول انه يجب نؤطر هذا النشاط التكميلي؟ بالطبع بالطبع مع 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 النشاط التكميلي لستم ضد؟ نحن مع اعاده النظر في تطبيق النشاط التكميلي والنشاط النفعي، لانه النشاط النفعي يخص رؤساء المصالح ورؤساء الوحدات، والنشاط التكميلي هو مفتوح يعني لكل اخصائيين المستشفيين الجامعيين اخصائيين الصحه العموميه، وحنا نطالب كذلك باش توسيعه للممارسين العامين، ولكن انا قلت اعاده النظر في الاطار القانوني ووضع اليات باش اعطينا المقترح تاعكم اللي جا في المقترح. اعطينا المقترح كيف اعاده النظر. احنا تكلمنا مثلا من بين المقترحات نتاعنا في القانون الاساسي هو انه يتوسع للممارس ممارس الطبي العام، ولا كان طبيب كان طبيب اسنان كان صيدلي، وادرجنا في النظام التعويضي سكون ابل حنايا لا بريم دو رونونسياسيون لاكتيفيتي كومبليمونتير اللي كانت ما تخش للممارس الطبي العام. الزميل ولا الزميله اللي حب اللي يخدم في يحب يخدم في هذا النشاط التكميلي في اطار قانوني واضح ويخضع للمراقبه ويتحمل مسؤوليته الا كان فيه تجاوزات، ولا كان ما حبش يخدم عنده كذلك سكون ابل لا رونونسياسيون ا سو دروا، وعنده ان بريم يتقاضاها باش نحفزوه فوالا ورفض يخدم في القطاع الخاص ولا يخدم في القطاع في النشاط التكميلي، نحفزوه باش فوالا يكون موجود طول يعني ساعات الدوام في القطاع العمومي. التحفيز هذايا كذلك مليح، هذا العمل ولا طريقه العمل هذه مليحه ثاني لما نوصلوا الى مستوى تنظيم وتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، لما توضع يعني الميكانيزمات التي تنظم وتهيكل العلاقه بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق الضمان الاجتماعي، عن طريق التعاقد بين الرقمنه يعطيك الصحه، باش تكون كاينه انتراسابيليتي، باش يكون باش نوفروا يعني لو دروا حق الولوج للخدمات الصحيه في القطاع العام وفي القطاع الخاص لكل الجزائريين بنفس الطريقه. عندي ماكارت شفاء، ما عنديش كارت شفاء عندي بطاقه تاع معوز، ولا المهم كاين اليات اخرى، نتقدم للقطاع العام نقدم للقطاع الخاص احصل على نفس الخدمات بنفس المستوى والضمان تاعي ولا الجهه التي يعني تكفل لي هذيك المصاريف. وهذه كاينه في المقترحات الرسميه اللي درتوها؟ موجوده درناها نهار اللي كنا نتشاوروا على القانون قانون الصحه، ودرناها اضفناها كمحفزات بالنسبه للممارسين الطبيين الاخصائيين والعامين في القانون الاساسي. من بين المقترحات الاخرى كذلك مقبله، قلت لي اعطيني بعض المقترحات. نعم. احنا نضيف على شيء اللي قلناه مقبل مع بعض لانه هذا مقترح مشترك، الوظيفي العمومي الاستشفائي ولا الخاص بقطاع الصحه، تكلمنا على يعني الافراج على سلم اجور جديد يعني يشرف عليه سيد رئيس الجمهوريه لانه نتاع 2006 صدر عن طريق مرسوم رئاسي. فيه كذلك قلنا اعاده النظر في القيمه الاستدلاليه، لكن هذا الشيء راح ياخذ وقت، نبداو بهذه نعيد النظر في القيمه الاستدلاليه، ودرنا مقترح. وكذلك من بين المقترحات في النظام التعويضي، لما لا علاش لحد الان كموظفين في قطاعات تاع قطاع الصحه مثلا ولا في التعليم العالي ما عندناش الحق في منحه يعني الذهاب في التقاعد ولا الاستفاده من التقاعد؟ علاش الموظف في قطاع الصحه كان استاذ في الطب ولا كان شبه طبي ولا طبيب عام ولا 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 حتى اداري يجوز الحياه نتاعو المسار المهني نتاعو 30 سنه 32 سنه 40 سنه في القطاع، نهار يوصل للتقاعد يبعثوا له ورقه للمكتب نتاعو وقال وراه جيب لنا الوثائق الفلانيه ومن نهار فلاني ما راكش خدام. علاش ما عندناش حق في منحه للتقاعد باش نشجعوا هاد المهنيين باش يقعدوا لداخل القطاع العمومي ويكرسوا يعني المسار المهني نتاعهم يمضيوه لداخل القطاع العمومي؟ دونك هذه مقترح كذلك قدمناه للوزاره وقدمناه لسيد رئيس الجمهوريه، ماذا بينا ينظر فيه. تكلمنا على كذلك على المنحه تاع الكوفيد، قلنا في النظام التعويضي يجب يعني تدخل كمنحه قاره دائما موجوده في النظام التعويضي نتاع المهني تاع قطاع الصحه، ما نبقاوش شاك فوا نمدوا يدينا ونحلوا. اليوم رانا نتكلموا على تاخر كبير على مستوى تسديد المستحقات تاع المنحه تاع الكوفيد، رانا حابسين في الشطر العاشر اللي خلاص في شهر اوت 2022، حاب يقول
ما زلنا تقريبا 6 شهور من 2022، سنه كامله من 2023 لم نتقاضى هذا المنحه، حبينها تدخل في النظام التعويضي تتخلص كل شهر ونسميوها، عطينا لها تسميه احنا منحه خطر الوباء كما نقدروا نديروا تسميه اخرى، ولكن تكون موجوده على مستوى النظام التعويضي. تكلمنا على التصنيف مثلا تاع دكتوراه طب الاسنان، دكتوراه الصيدله، ودكتوراه طب العام. ما فهمناش احنا كيفاش لحد الان دكتوراه تاع طب الاسنان باك زائد 6 سنوات دراسه، طب ثانيك الصيدله باك زائد 6 سنوات دراسه، التصنيف تاعهم في الرتبه 13 على سلم الاجور. عيب ان نحشموا نقولوها سبحان الله. نتكلموا على الدكتوراه كاين فيه مرسوم يعني وقعوا السيد جراد كوزير اول، يعني لو نديروا مقارنه فقط الدكتور الياس مرابط مقارنه باش ان دكتوراه تاع ان دكتور اون فارماسي ولا دكتور اون شيرجي دونتير اللي عنده باك بلس 6 يجي ان بيلوت اللي حققت هي شركه لكن عموميه عنده باك بلس 2 يدي 130 مليون وهو ما يديش من 10 ملايين، هذا مشكل كبير. هذا 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 يعني نخلي المواطنين يعني يتبعوا معنا، راه ما عندهم اولادهم بناتهم قراوا داروا فارماسي داروا الاخر، يسقسي بنته يسقسي الاخر منا، تحشم تقول له شحال نخلص في الشهر ولا وليده يقول له شحال نخلص في الشهر. احنا من الناحيه المعنويه خلينا من القيمه الماديه، من الناحيه المعنويه لا يليق ويجب ان تعالج مثل هذه الاشكالات. وحنا درنا مقترح، قلنا الدكتوراه تاع الدكتوراه في سلم الاجور مصنفه في الرتبه 16 كما الدكتوراه تاع الطب العام. بالنسبه للطب العام هي باك زائد 7 سنوات، سنه تاع ديفيرونس بيناتهم. احنا واش اقترحنا بالنسبه للطبيب العام؟ الطبيب العام قلنا نؤسس لما يسمى بالاختصاص للطب العام في بلادنا كما معمول به في كل الدول، ودرنا مقترح في القانون الاساسي ودرنا مقترح في النظام التعويضي باش نعيد النظر في التصنيفات هذه الكل. 16 خارج الرتبه 1 2 3 بالنسبه للصيدلي وطبيب الاسنان، خرج الرتبه 1 2 3 4 بالنسبه للطبيب العام. ونرى هذا ماهوش حتى هذا ما يترجمش يعني الشيء اللي حابينه على مستوى التحفيز المادي والمعنوي باش نرجعوا المكانه الاجتماعيه والمكانه المهنيه لهؤلاء. ولكن مع الاسف انا قلت في الطرح نتاعنا وفي الشيء اللي اصطدمنا به، الواقع اللي اصطدمنا به على مستوى وزاره الصحه لما جاونا بالمقترحات اللي ولاو من الوظيفه العموميه والقطاع الماليه، قالوا لنا يا بدي هاوليك الشيء اللي رجعوه لنا، هذه رفضوها هذه رفضوها هذه رفضوها. احنا نقول صراحه يجب ان يتدخل السيد رئيس الجمهوريه، لكن صراحه حابين نترجم هذه الاراده السياسيه وهذه الالتزامات اللي راهي على اعلى مستوى، يجب ان نعيد النظر في امور اساسيه، وهي اني قلت نذكر وظيف عمومي خاص بقطاع الصحه هذا ممكن ما يتحققش مستعجلة بصفة قصيرة على المدى القصير، ولكن نفكروا فيه نفتحوا ورشة. ثانيا وفيه تجربة في عديد الدول ناخذوا منها. ثانيا وهذا نقدروا نديروها رابيدمون، حنا نطلب تدخل سيد رئيس الجمهورية للإفراج على سلم أجور جديد يخرجنا من المتاهة هذه اللي رانا فيها نتاع التصنيفات وتداخل يعني مختلف الأسلاك في تصنيف واحد. وفيه كذلك شيء آخر نقدروا نركزوا عليه وهو تثمين النقطة الاستدلالية. إذا كان عملنا على هذا المحورين الأساسيين نظن باللي راح نعالجوا كثير من الإشكالات. ولكن على مستوى القانون الأساسي كما قلت أنت مقبل ماهوش إشكال برك مادي يعني دراهم برك، كاين أمور أخرى كذلك لازم تعالج. القانون الأساسي ينظم الحياة المهنية، القانون الأساسي يعني يوضح الحقوق والواجبات نتاع المهني، القانون الاساسي كذلك يحمي من الناحيه القانونيه الموظف، القانون الاساسي كذلك يغطي وضعيات ما كانتش موجوده في 2008، ما كانش عندنا مثلا التكفل الطبي بالاجانب مثلا اللي رانا اليوم نعالجوا فيهم، رانا مسخرين يعني ديفوا يتم تسخير اطباء يسافروا يعني للتكفل بعلاج هذا يعني الاجانب اللي موجودين في بلادنا كي موجودين في اوروبا كيف راهي ظاهره دوليه درك هذا الحركه تاع الهجره الغير شرعيه، ولكن فيه تعطير طبي على هذا المستوى ما كانش موجود هذا الشيء في القانون الاساسي نتاعنا. يعني القانون الاساسي سيتكفل بكل الامور العالقه
التي لا يوجد لها إطار قانوني من قبل. بروفيسور رشيد بالحاج، دكتور الياس مرابط كما قلت أنت سابقا يقول أنه هذا القانون الأساسي ليس إلا الجانب المادي، هو أولا جانب معنوي، هي كرامة الطبيب، كرامة الممرض، كرامة الصيدلي، كرامة طبيب الأسنان، كرامة كل مستخدمي الصحة. وهذا القانون الأساسي بعد هذا الجانب المعنوي راح يجي الجانب المادي، فيه كما قال حقوق وواجبات. تكمل منذ بداية الحصة احنا نتكلموا على الحقوق، الآن لحقنا لنهاية الحصة نتكلموا شوية على الواجبات حتى نكون عادلين. دكتور الياس مرابط أثار نقطة مهمة جدا اللي هي لكونفلي دانتيري، تضارب المصالح. الكثير من الأطباء للأسف الشديد كان تضارب مصالح مع هاد الشركات تاع اللي يخدموا العتاد الطبي، اللي يخدموا الأدوية، اللي يستوردوا الأدوية، يعني حتى اللي يخدموها كان لو يجيب يدير بليستر ويقول لك يخدم على شحال ما تخرجش هاد المتاهات. هل يعقل بروفيسور بالحاج طبيب يدي 20 سفرية في السنة وين تحوس عليه ما كاشو؟ أنا منذ أيام فقط كنت اتصلت بالمدير العام للخدمات الصحية لوزارة الصحة على طفل من ولاية المسيلة عنده اون مالادي رار نيورولوجيك، اتصلت به كم مره كلمت هذا المدير العام وكل ما نقول له يقول لي طبيب مسافر، ما فهمتش انا الطبيب هذا اللي مسافر طول طون، ما نشخصش الامور، لكن يجب تاطير هذه السفريات. مش نورمال يجي طبيب، انا نعرف اطباء عمرهم لا داوم به من عند ما عندنا لابوراتوار، يعني عمره لا لابوراتوار لا تكفل به، ويجي طبيب يدي 20 سفريه كلش، يعني بالبي بالوتيل بلا بريزون شارج توتال، وبالك يزدوا يعطوهم دراهم باش يكتبوا الدواء تاعهم. هذا شيء غير مقبول وغير معقول، يجب تاطيره قانوني ويجب عقوبات صارمة، يعني حتى ربما اللي يكون عنده انحراف خطير نعزلوه من السلك الطبي. هل يعقل طبيب تحوس عليه يقول لك اوسبيتالو يونيفرسيتير استشفائي جامعي، تحوس عليه في لافاك ما كاشو، في الجامعة ما كاشو، تحوس عليه في المستشفى ما كاشو، يلعبوا بلا دوبل كاسكات هذيك باش يقول لك طاح تحوس عليه، يقول لك لا لا راهو في لافاك لانه اللي اوسبيتالو في لافاك ما كاشو، ونهار كامل يتغيب وراهو يسافر. ولا شفنا حتى اطباء يخدموا مستشفيات جزائرية ونعرفهم ودي بروفيسور ويضلوا في فرنسا يخدموا في دي كلينيك في فرنسا ويجيب 20,000 اورو في الشهر ويجي جاي وتحوس عليه مستشفى، واحد ما يحاسبه واحد ما يعاقبه، اين هي السلطات؟ هنا طرحت اشكال مهم وتكلمنا عليه، الرقابه وكذلك الطلب في ستاتيو اللي درنا، هذا درنا كذلك هو الاحترام القانون الداخلي من اي من طرف اي شخص سواء كان في الجامعه او في المصالح الشفائيه الجامعيه، درنا طالب جديد في ان اي متدخل. الاشكال في قطاع الصحه رانا هنا علاش؟ نفكر كان الاستاذ البروفيسور شيف سيرفيس في سنه السبعينات كان هو يخلص اضعاف تاع البيلوت وكان يخلص اضعاف تاع مدير عام، كانت عنده مكانه ما كانش يطلب. فهذه نحكي لك انا لما نلاحظوا واش صار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي انقلبت الامور على عقبها، انقلبت قوم على عقبها وخلات للاسف الاستاذ الجامعي للاستاذ المحاضر في خلاته في يتخبط في ظروفه الا الاجتماعي. تكلمي على قطاع الصحه تقول الاستاذ اللي ما كاش وراح له، نقول لك كان اطباء كان ديزانفيرميت كان مدراء كان كل عمامه في قطاعات اخرى، كان يجي اختار في سمانه، كان يخدم نص نهار، كان لاكاد يقسم على اربعه، كان امور غير مقبوله، كان يدي لي مراد يديهم البريفي ديال البوبليك، كان تكلمنا كان نقابه، نقول لك كان نقابه احنا قلنا احنا كتبنا الوزاره قال هذا فلان هذا راه يخدم في الخارج ماهوش يجي، هل فلان هذا راه لك راح السعوديه عنده ثلاث شهور ما جاش. يعني بروفيسور بالحاج كان تواطؤ من بعض مصالح وزاره الصحه؟ والله غير المفتشيات سعودية تاع كي تروح المفتشيات تسيب تقارير، واحد العام كان واحد شخص كان تقارير واحد ما تحرك، كان وزير الصحه انا نتكلم تاع كرئيس نقابه قال له واش دار فلان؟ ما دار حتى لا، ما فيهش تنفيذ ك حنا كنقابه نتكلموا اي شخص اللي يحب دوك يربح الدراهم ب 200 مليون يروح للقطاع الخاص. القطاع العام عنده خصوصيته ولكن القطاع العام حنا الاستاذ الجامعي ماشي غير على الدراهم باش نتفاهموا، كان يحبوا يقروا، كان يحبوا يديروا اعمال انسانيه، كان يحبوا يديروا البعث، كان يحبوا يجمعوا كل الامور هذو، كان يحب يقرر يدير البعث وشويه يديروا من نقول لك عندي دي بروفيسور يروح القطاع والله
غير يروح يدير جراحته بالمنظار تاع الكونسير جو كولون في كلينيك في هنا برك، يديش الاجر الشهري تاعو كي تجمع الصحه والتعليم العالي، شكون حيقعد لك؟ ان المفهوم جديد، فيه جيل جديد يا جماعه، فيه جيل جديد. حنا في القانون الاساسي هنا لا، حنا نجم نتكلم انا رئيس الجمهوريه فيما يخص الاساتذه رؤساء المصالح اللي عندهم خبره ليشلون 12، فيه تحسن في الاجر تاعو، فيه شويه كرامته الاستاذ المحاضر، وفيه امل كبير لقطاع الصحه. ما تجمش دوك انت ماتر اسيستون اللي يدير لك عمليه جراحيه تاع العين تعطي له 2 ملايين 800، 2 ملايين 800 يخلص استاذ مساعد جديد. دوك حنا طلبنا ميكانيزمات اننا نحفز هاد الشباب بعده طرق، ماشي غير الدراهم، فيها لا بروغريسيون يونيفرسيتير، كرامته ناطرو، نخليه يدير ساج ليترونجي، نخليه يدير ميزون ديسبو. وزدنا احنا في القانون الاساسي درنا سكون ابل لي بريم تاع لي يدير لو جوملاج ولا يروح لو سود. كان استاذ مساعد ينجم في القانون الجديد ينجم يروح لو سود شهرين ولا 3 شهور يخدم تاعو، عنده على العلاوه تاع لي يديها برسك 100% واش يدي. دوك ينجم يحسن فيه، مي ما تنجمش تبعتني انا تحل كليه الطب عبر شكون راح يقري في كليه الطب هادو جدد لا شكون راح يقريهم؟ مشكل التاطير. مش شكون اللي يطرهم؟ تبعت انت متر اسيستون تعطي له 800000 ولا 900000 راح يقري لك، ما يروحش روح القطاع الخاص، روح لفرنسا، روح السعوديه. هاو الاشكال واش نتكلموا احنا كنقابات. للاسف لاحظنا ان كانت فيه نيه تاع اطارات وزاره الصحه ولا وزاره التعليم العالي باش يحسنوا امورنا، ولكن للواقع كي لحقنا الواقع فيه ارقام، لغه الارقام على حساب وسائلك، صبنا ان للاسف الوظيفه العمومي والماليه ماذا بهم، ولكن حسب محدوديه اللي عندهم. حنا نتكلموا خلونا نعطيكم حلول، خلونا نعطيكم حلول اللي ينجموا كما تقولوا ما نكونوا في عقلانيه، وما تكونش فيه نواجهوا بصفه تدريجيه المشاكل الخاصه، لان قطاع الصحه في الجزائر هو قطاع هام وعنده خاصيته. جو ديفي كيكونك، عندنا انسانيه قطاع الصحه. يتكلموا واش يتكلموا؟ ببنا مفتوحين وكل شيء باطل، كل شيء باطل ما تسيبوه في اي دوله مجاوره، ولكن هذا عنده ثمن. هذا الثمن تاع السياسه الاجتماعيه في قطاع الصحه ما لازمش يحملوها فوق ظهورهم الا عمال قطاع الصحه. ممتاز. وصلنا الى نهايه الحصه. هذا الثمن العلاج المجاني وهي من ثوابت الدولة الجزائرية، لا يجب أن يتحمله كما يقول البروفيسور رشيد بالحاج إلا مستخدمي قطاع الصحة. ربما نعطيك 30 ثانية الياس مرابط باش تختم. والله أنا نغتنمها فرصة باش يعني نزيد نأكد على الأمل اللي عندنا في تدخل السيد رئيس الجمهورية بعد المراسلة اللي وجهناها، وراح يعني يكون مراسله فيها اكثر تفصيل بعد ما اليوم قدمت لنا وزاره الصحه الرسميه لمقترحاتها على مستوانا، يعني باش نذكروه انه فوالا المهني تاع قطاع الصحه بصفه عامه ماشي غير الممارسين الطبيين، معلقين امل كبيره على تدخل السيد الرئيس الجمهوريه لكي تعدل الكفه لصالح النهوض بهذا القطاع. شكرا دكتور الياس مرابط. نذكر انه هذه اللجنه المشتركه لقطاع الصحة وقطاع المالية والوظيفة العمومية أبدت اقتراحات للنقابات القطاع لم تكن في مستوى طموحاتهم وأمالهم، ولهذا يجب إشراك هذه النقابات في إعداد هذه القوانين. وصلنا إلى نهاية الحصة إخواني المشاهدين، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في عدد مقبل إن شاء الله. مع السلامة.